خمة ايش تفرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتية لما عالمية ليلة عالوطنية كدايا سر مزيانة زعبي ايش بحثانة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة الوطنية اثنين كدايا سر مبورة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة الوطنية اثنين كدايا سر مبورة هاي لا لا هبيت الرياح يا وطيح ورقة هاي لا لا هي هاوينا عاقب عقيب على حوشنا ويتنال صارت صارت الموت قولوا لي شهد يا والنفحة طارت يا ما ولا لا يا يا ما المشينا المشينا بعد اللي مشيت واللي طارت مصابها يا والفرقة طالت يا ما هاي لا لا هي يا ما المشينا هاي لا لا هي يا ترى العشرة شايبي الفوصفات يومي المتلوي هاي لا لا هي يا ترى العاشرة جايب الفوصفات يومي المتلوي خويا خويا خدام حلو متنوي يا ما لا لا يا ما المشينا المشينا بعد اللي مشى بيكم
انتم في اللمة تو، واحنا اليوم عنا الغناء القفصي والغناء التوزري، وباش نعملوا برشا كيف ما كنتوا تسمعوا. هذه البداية مازال مرحبا بكم ساعة يا جماعة. مرحبا بك سامي الصالحي، عازف القصفة، كان يحكي لي على الكروري، على الكروكي الكروكي شنو ما قلتش حاجة. سميني سامي الركروكي، العبيدي، المجرية، ترفوسي. أيوة هذوما. والله العظيم شوف أنا نسمع حاجات غريبة ونعود حاجات غريبة شوية. خل مش يحكي لنا شنو الركروكي. الركروكي مرحبا بك. خليني نكمل نرحب بالضيوف نتاعي. العروس زبيبدي مرحبا، وتلي القفصي الحمد لله فات على خير. هم اللي بديناها لا يسمعوني لتوني نرجع نتنفس ونحكي قد قد عندي ولي حاجه اخرى. الحبيب قال زيدوا
السبولة. هي واللي يعشق يعشق السما. أما 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 يوم الحنان يطول الزمان. هانو ليورا. الله الله عليك يعطيك الصحة. ولا برافو. فرشمان جبت لي ليماج تعرف العروسي. شنو الايماج اللي في بالي وانت تغني هكايا بيت شعر وصحراء وهكا شويه نار وفما هكا قاعده مزيانه ونسمع في حاجه هكا زوز جمال من غير اي مثلا انت في الافق ما زين عشان وبعيزه ودجاجه وفليل سيد لا والله الدجاجه ما جاتش لبالي كل جمال فرانشمان معناتها هذه هي الايماج اللي تعطيها للموسيقى هذه شبابها على الاخر اما اسكي معناتها هي تختلف على التراث مثلا التوزري الجريدي يختلف على التراث القفسي يختلف على التراث اللي جاي من الكيفتة وبشر ناس قاعده تعاود في 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 اغنيات تقول لك ما التراث نتاعنا ما شنو الخصوصيه بين مثلا توزر قفصه جابس من عرش هو بالاساس التراث تراث واحد نعم. لانه العرب والاعراب وسكان الباديه كانوا قبل متجاورين في منطق انه كل واحد في بلاده اما كانوا يمشوا للهطايا ثم انهم كانوا يتقايضوا الهطايا هم الناس اللي يمشوا للمواسم أي. موسم الزيتون موسم القمح في بر فريقة أي. وموسم التمر في بر الجريد كانت ناسات الدور فراشيش وهمامة وجريدية وكذا يتلموا يابطوا كلهم التوزر يخدموا التمر في موسم بعد يطلعوا كلهم يمشوا لبر فريقة الكاف وجندوبة والكاف يخدموا القمح والشعير والكتان دونك ياخذوا من بعضهم يصير تبادل كان ثم تزاوج أي. كانوا يقصروا يقعدوا في السمر في الليل يشعلوا النار ويبدوا يقولوا ويزيدوا مش بين القوالة هذا اسمها القوالة هو القوال والغناي والفداوي كلهم وجماعة اسطنبالي زنوج وكذا كانت تتلم وتشوفهم محلين الجو ما صار نجيت غادي منك منك قريبة توزر ما عاش حد شيء بعيد عاد أما الخصوصيات بطبيعة الحال كل بلاد خصوصياتها تو في الكيف نقول العبيدي والتجرويني وكذا على خاطر ويميلوا أكثر للحدود مع الجزائر الشمالية الوسط القصريين كيف حسيتك بدأت لأكسون كنت لك أكسون مزيان قبيل تحكي بها تهبل وين مشي انتو متكلم مزيان ايه هكا ما نخليك هكا لا لا ما بدلتش ما تخفيش كنت شيخ عليها من بكري حاسر لا اسمع في اللهجة حد يحد لمسك ما بدلتش عشق على شيء فالقصريين كيف كيف لأنهم حتى هم عندهم الحدود مع الجزائر وياخذوا من نغمة تاعت بسة ومن كذا في الجريد عندنا نغمة وادسوف لأن في حدود الجزائر مع وادسوف وين حبيبنا الفنان الكبير عبد الله المناعي ديما الهواء ياخذ البعضه متجاورين هي بلاد واحدة أهل واحدة مالي واحدة هواء واحد الهواء هذا تحكي عليه أنت شنو معناتها المقامات الهواء هو المقام أي أيوة كما نقولوا احنا الإصبعين والراس والماية في 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 الموسيقى الحضارية تلقى الركروكي تلقى الترخاني تلقى الملالية تلقى العبيدي تلقى الصحراوي تلقى الصالحي في الطرق البدو يعطيك الصحة والله درس تاريخي جميل جدا هذه حاجة مزيانة على الاخر باش نعرفوا بها كيفاش تتخلط مع بعضها التراث نتاعنا اما كل واحد كيغنيها بروحه وروح البلاد اللي هو عايش صحيح. عايش فيها تليلي عندي سؤال ساعة قبل ما نبدا نحكي معاك من قبيلي وهو يغني وانت جدك الضحك معناتها تبدا تضحك وحدك بعد جيلي راك اسمعني يا طفلة ضحاكة ما تمشي تضحك اوتوماتيكمون نبدا نضحك خليك تتعدى على خير العروسي كملنا العرض في كرتاج أي. يعمل في حوايج نضحك عادي مش نضحك عليه نضحك شيخ شيخني متسلطن على العروس شيخني نضحك وحدي نضحك ما في تهزمي حتى يعمل كيف جوستومون باهي يا سيدي انت كنت عن سيغتومون ستار نتاع المزود معناتها في وقت من الاوقات ستار نتاع مزود في بلادنا في تونس بعديك شنو اللي صار علاش مثلا ما كملتش في الثنيه هذيك خاطر راهو لازم الفنان ديما يقعد يحافظ على المرتبه الاولى يحاول انه يحافظ على المرتبه الاولى شنو اللي صار من بعد اللي صار بالنسبه لي لتليلي القفسي الاعلام
ما تقوليش الاعلام ظلمك. لا لا الاعلام ظلمنا من شنو هو؟ كيف هذا الاعلام؟ الاعلام ما كانش يجيبونا ما كانتش نجيبوا في التلفزه ونجيبوا في الواحد. الاعلام كان شوي ما فما مش كما فيها قلق انه فنان يهز التليفون يكلم مثلا معد ولا انيماتور يقول له باش نتعدى راني عندي جديد نحب نتعدى. فيها قلق؟ ما فيهاش قلق. ما انت علاش ما عملتش هكاك؟ لا ما انت توا بديت نعمل ما عملنا فوالا من التقصير منك انت. كان تقصير مننا شويه انا قلت لك فوالا فوالا مش من الاعلام دونك نصلحوا نقولوا احنا راهو هذا تقصير مني انا كان عندي ملحنا مرتبط في زياد هذاك شويه نقسموا المسؤوليه ما يسالش. باهي سيدي شنو باش تغني لنا اليوم؟ اليوم عندي اشتينا السيني وعندي يا لطيف. يا لطيف تلطف بين يا لطيف تلطف بين. شنو عندنا سيف؟ شنو عندك اشتينا السيني توا؟ اوكي تفضل. Yeah.
يعطيك الصحة، جميل جدا. رد على قلبك. رد لك على قلبك. لا هو كان واحد رد على قلبه راهو في البيستي دو. بعد ما زعما باش يعمل ضربات على مرتين عنبو. هكا هو الراجل مربخة حاصلو غاديكا وحده به. احنا نشوفوا ريبورتاج ليك انت تليلي ونرجع. مع الوطن اثنين. لا يملحوا لي موسيقى، لا يملحوا لي موسيقى، عطشني لا عطشني موسيقى تحت الرمادة، هيا يا سمران زيادة موسيقى تحت. كيف نقولوا قفصة والربوخ والجو الحفالي، نقولوا تليلي القفصي. ديما بك الضحكة متاعها هوك الشطحة اللي حبوها الناس الكل، تسمع الصوت بركة تلقى روحك في البيست. صاي تعرفت ليلي بغنية العماري في التسعينات ومن بعدها شمس الصهادة لين وصلنا ل 2005 وما زالت النجاحات عقلي تربك ويا الجريدي ومن بعد عسلامة يا حما 2008 وغيرها من الأغاني اللي كلها جو وربوخ اللي طلع بها في عدة حفلات كيما كارتاج وغيرها. عدى زادة في التلفزة التونسية ويعمل ديما جو وربوخ. سنة 2010 بالله كان شيء أسلف تبكي والدمعة في عينيها لوم الكل في مواليها. ساعات الكلام يكون فيه معاني لكن بالربوخ وشتيح تنسى شنو قاعد يحكي من أصله. تليلي القفصي اشفع يا رسول الله سلبة عقلي بتولها القفصية وغير هذا وهذا من الأغاني اللي غنى هنا الكلها تليلي القفصي وشيخنا بها. وهبلني سحرك جنني نخلته حتى يكشي للمنسية العمل اللي صار في 2014 واليوم بحذانة تليلي القفصي في برنامج اللمة 2 بشي حفلها بالجو القفصي. مرحبا بيك في اللمة. يا جاري رد النبا، يا جاري رد النبا، سلم سلم على كامل الطويلة كانوني للة النساء، كانوني للة النساء. برا والراح يا العماري يا جاري رد النبا، يا جاري رد النبا. هذا هو هذا هو الغطاج لتليلي القفصي اللي حاضر هو لك مروان ماك. عجبك ولا ما عجبك؟ عجبني والله عجبني. وما في العماري 86 مش مشكلة، جيت في التسعينات. طيب سمعت لك المروان ماك تحاسبه منك ليه. مروان مروان أين أنت؟ حول. السلام عليكم. بسم الله نصنا فيك مغادي منين بدلت كيف تعديت سباش نحولك. مروان مرحبا بك. مروان هذا اللي يخدم الروبورتاج نجم تقتلوا منك ليه. يعيشك. مرحبا بكم في برنامج اللمة. باش نحكي لكم حكاية بحكم اللي أنا من الجنوب فهمتني. ديما في الصيف وفي العطل نهبط القفصة نمشي لتوزر نحوس معناها نتفرهد وبعد نروح. وحضرت زادة لشوية عروسات اللي فيهم تليلي القفصي وفما حاجات اللي لتو توانسة معناها مستغربين فيهم مثلا شطحته كذا. من اهم الحاجات انه ديما يخلط مخر. صحيح. عليه من اهم الحاجات. علاش باش نحكي لك يخلط مخر من بعد ساعه. فما حاجه معروفه برشا على التيلي القفصي وانه حتى تبدا غنايه كيما تو بكريكا شفناها ايش هو ايش يموت ايش يشهد فهمت. تبدا غنايه غنايه صحيح يدخل هكا. هذه غنايه شمس الصهاده صحرا مالها حدود. لا موضوعها شنو هو؟ شمس السهادة والصحراء مليئة حدود. صحراء مليئة حدود. تليلي القفصي. تليلي القفصي كيف شو تحكي؟ على شو تحكي؟ على واحد في الحبس. لا لا لا. على شو؟ واحد سي مكلت السخانة في راسه. واحد مكلت السخانة. أيوة. شمس السهادة الصحراء مليئة حدود. يلا يلا. بربوخك. صحيح ولا؟ صحيح. For example فما فما شطحة غريبة جدا متاع سي تليلي القفصي. اللي دونسر مايكل جاكسون ديجا اللي توفى لا يرحمه مسكين. انتو ما فهمهاش مثلا شدك يا سامحني لا يعمل هكا صحيح ولا صحيح صحيح. مش كان قفصك هاو نمشي والله نمشي نجي لا لا عاد مش كان قفصك هاو طبعا مروان العماري يا جاري الدنباء في 86 مش مشكلة لا كنت العماري يا توسى
العماري يا جاري رد النبات يا عام 86 هكاك يعطيك الصحة براحتك بالعام 86 ياسر بيت خدمة وتحاسبتوا في الديريكت سي بون اموركم واضحة جاوب باهي عاد نمشي زاد للجريد مرة قاس كياس قال لا تمشي للجريد ولا تشق جمالك كان على الدقلة نجيبوها لك عند بلاصتك وريد ما تجيش للجريد وتشي مرة تحفظ شراب مع شي تشكل واش نعملوا له؟ نغسلوا بالماء تمشحة تمشحة وتعود شاكلة حاسين لو متعدي في ثنية ونسمع في زوز نساء يحكي قلت لها اتشكو بيك اباكا جاوبتها اتشكو اتشكو جوجل تراديكسيون فرانسيس ماشين جريدية كيكي تحت بجريدي سمحني لحظة تليفون او شنية تشكو بيك الو نرجع القفصة عاد لي القفصه في جبت من الجريد عاد ديريكت من الجريد خلينا في قفصه عاد خلينا تحب ما زلت نحب نمشي للجريد سامحني التليفون شنو يحكي التليفون مروان انا جيت كونفيسكي الو الو قفصه اي تحيه قفصه يعيش تحيه قفصه تحيه يحيى جنوب تونس يعيش هيفا وهبي درني روم عاش عجبتني سهام ولا شنو الكليب في امريكا في البيع دي ما عاش يعجب ولا حسي راي السلام عليكم وبالله من بعد هي مبكره ماشي روح جنني ايش فسر لي حكيت مبارك من بعد بقى غني هنا برسم مروان مروان خليني فسر لي حكيت مبارك هنا ميرسي ساعه تشيك على مروان يعطيك الصحه مروان ميرسي انفينيمون ديما مطردتني راهي ولا لقيت الميكرو ميرسي يا مروان صح مروان صح عايش الزين شنو حكيت شمال ومباركه وكيفاه تمر عند الجريدي لا كيفاش قالها هو مروان شكو بيكا باكا شنو حكيت شكو بيكا باكا لا شكو شكو هذاك حد هو كاك اما هي راي باكا هنا كلمه تصغير لمباركه كندلوا مباركه نقول لها باك باكا اوكي وثم بوك اللي هي كلمه مبروك برا عاد انا وين نفهمها بالحق لك وبي كده خدوجه وخديجه هكا يا خدوجه نقول لها خديجه نقول لها ديجه ديجه ودوجه وخدوجه دوجه معناتها ديما عاد مباركه وبي وبوك ايوا اتقابلوا سألتها قلت لها شكو بيك باك قلت لي شكو بيا بي شكو بيك معناها يا مباركة شكو بيا يا بي شكو بيك باك قلت لها شكو بيا بي جماعة جابون توي يفسروا بي والله العظيم لأن لازمني هكاك كي نهبط التوز لازم شكون يترجم لي بحذا نجيك لك انت طول هاكا سيغتينمون بيا يا جماعة باش نحكيو شوية نرجعوا للتراث مرة أخرى اللي فما برشا فنانين كبار معناتها عاودوا واللي منتشرين عربيا خذاو أغنيات من التراث نتاعنا عاودوا غنوها سوف كو ما كانتش فما كيف ما شو نقوله معناتها انتشار كبير كبير الأغنية بتاع التراث متاعنا معناتها ما يعملوش سديات كبار ما يعملوش عليه ما يعملوش سديات هذه مرجوعة للإنتاج معناها هذه لا بطنطة سواها تتسوق الأعمال الكبيرة اللي صارت اسمعني مني الأعمال الكبيرة اللي صارت نبدأوها من الحضرة النوبة بني زغندة وعزوز للمنسيات مع سلاسة بن عبد الله للمنسية للعروض متاع سي عبد الرحمن الشيخاوي صديقنا اللي هو زاد اشتغل على التراث وعديد زهرة لجنف حبيبتنا كيف إلى آخره وكلهم أنجوا وسجلوا وأغانيهم التراثية بصواتهم موجودة أما حد تونسينا المعارة هي تحكي لك ما عملتش مش عربية تحكي لك على كل هنا هنا, هنا راو شوف ما يخدم كما نقولوا ما يخدم البلاد كان رجالها اللي باش يهزه باش يعرف بالغناء نتاعه في المهرجانات الدولية ويمثل تونس خارج الوطن شكون يخرجوا انطلقوا انتم انت واحد من الناس تنجم تهز روحك وتمشي تشارك في مهرجان عربي روحي نهز اما فرقه ما نجمش نهزها لا روحي نجم نهزها فعلا فعلا ونهار ان شاء الله 13 ماي هدايا باش نمشي نمثل تونس في المهرجان الدولي للحلقه الشعبيه بسيدي بلعباس في الجزائر فوالا بالتراث ما نجمش دون دعم وزارة الثقافة ودون تذاكر السفر ودون اي سيغتين نوع فما مصروف وفما 60 عازف وراقص وكذا باش نبين انا التراث التونسي باش تبين التراث التونسي هذاك علاش هوني اليوم معناتها في مقدورك انك تبين التراث التونسي بصوت ياسر مزيان شنو تختار لنا باش تغني لنا؟ نغنوا ولا ما نغنوش؟ نغنوا انا غنيت يما حنان يا ايوا الفي صليت يا يما يا ايوا الفي صليت
نسمعها بعديك باش نحكيو شويه على الكلمات نتاع الغنايات هذوما. اما توا خلينا نشوفوا فيتير ليك انت. مع الوطن الاثنين مسرحي وحكواتي ورئيس جمعية مسرح الخيمة للفنون ومن الجنوب التونسي تحديدا من الجريد من مدينة توزر هو الفنان محمد العروسي الزبيدي. له أعمال متنوعة، هو صاحب فكرة وأعداد المهرجان الدولي للحلقة الشعبية بالجريد لإحياء التراث الشعبي وتطوير أداة ومهارات الحلايقية، مهرجان يعود بنا إلى تاريخ السرد والحلقات الشعبية. له عدة عروض فرجوية وملحمات غنائية تراثية كما عرض خوخة اللي شارك به عام 2009 في المهرجان الدولي للرقص الشعبي في سيدي بالعباس بالجزائر ومهرجان بانا أفريكا بالجزائر العاصمة، وشارك به كذلك عام 2010 في الأجندة الثقافية للمركز الثقافي في بير الأحجار. يسلك الواحدين هو كذلك عمل من بين الأعمال المتنوعة لهذا الفنان، شارك به في مهرجان الخرافة بفضاء الطاهر الحداد سنة 2013 وفي مهرجان نمدينة بنابل في جويلية 2014. العروسي زبيدي هو وفي لمهرجان الخرافة، شارك عام 2009 و2010 وكذلك في الدورة 7 ديسمبر 2014 بعرض بوسعدية بفندق العطارين لإحياء التراث الشفوي أي الخرافة والحكاية الشعبية. هذا الفنان يحرص دائما على أنه يكون موجود في عدة مهرجانات كما المهرجان الثقافي العربي الإفريقي للرقص الفولكلوري بمدينة تزي وزو الجزائرية، كذلك كان حاضر في أيام الفداوي في تكرونة البربرية بحكايات جريد والجنوب التونسي، أيضا في دار الثقافة عمار فرحات بباجة احتفاء بشهر التراث في 18 أفريل 2015 قدم عرض موسيقي فرجوي الفداوي. كان حاضر كذلك هذا الفنان سنة 2007 في بيت الشعر في سهرات شعرية فنية رمضانية سهرت أبيات من كل الجهات. العروسي زبيدي تحصل على سنبلة الفضية لمنتدى المغاربي الثاني للحلقة الشعبية بولاية سيدي بالعباس بالجزائر. هذا الفنان له أعمال مسرحية من بينها مسرحية رحلة العبر وهي من تأليفه وإخراجه وتمثيله كذلك مع مجموعة من الفنانين. قدم كذلك العروسي زبيدي يوم 13 أوت 2014 عرض لسيدي بوعلي السني في نفطة على ركح مهرجان كارتاج الدولي من خلال عرض المنسية للمخرج لسعد بن عبد الله مع مجموعة من الفنانين كما صالح الفرزيت عبد الرحمن الشيخاوي إتليلي القفسي وغيرهم، عرض غنائي فرجوي يجمع بين الفنون الغناء والرقص والفرجة. العروسي زبيدي مبدع تونسي وفنان متنوع المواهب، نخليكم تتعرفوا عليه أكثر في اللماتو. منك يا عين من المشهوم الطيانة يا رنوبة ومنك يا كفر التسويلة مشكورة ألفا عياش زميلتنا اللي حضرت الروبورتاج هذا. نحس كون قبلي وانت تقول انا وين مش مانيش قاعد نغني وانا غنيت معناتها نحب نشوف الفيديو في كرتاج ثم برشا فيديوهات عندك موجودة انت اللي بون يعطيها صحة يا ألفا اجتهدت. لا ربي كثر خير يوم ادعي لها دعوات خير باهي. يا سيدي تحس اللي المسرح خدم لك ياسر العروض نتاعك نتاع الغناء معناتها تحسك قول سيغ سين نتاع مسرح مش معناتها خاطر الفنانين الكل ما عندهمش الحضور الروحي هو اللي يتميز به بالاساس أي. الجريدي بشكل عام هو انه يعيش المسرح حتى في حياته الخاص في حوشه في الغاب في جنية تمور في وجهران الواد في الحضره في البواب في سيدي حمد زريب في سيدي بو علي نحن هنا احنا جريديه احنا جريديه نحن جريديه ف الحضره نتاع سيدي بو علي مثلا أي.
تعتمد بالاساس. وهذا ديما يسالوني يقول لي قوه الصوت منين، لان في حضره سيدي بوعلي العمد الكل على الصوت، بليش الالات هذه تاع الميكروات والشكل والحضور بالضبط، والحضور نتاعنا في التخميره في الرقصة الجوي ولا في التخمير تتخمروا بالحق ولا جست هكاك معناتها اي شيء لا ولا الله قال هذه خدعه ايوه والله ما نعرف مشايخ الصحاح تتخمر من داكوغ اما يا حسره خدت حسها تكنيك انا حسها الله يرحمهم من الصحاح الله يرحمهم اللي كانوا اللي كانوا مبلحقوا منهم الوالد الله يرحمه الشيخ محمود اللي هو كان شيخ طريقة سيدي بوعلي اللي على ايديه هو تعلمت انا البندير والمدح ومنه زاد الخالي من ينخول يقول لك زاد خالي عرب الناجي انت لميتها هكا وهكا من فوق ومن خالي جمعية الينبوع المسرحي بالجريد فإذا خالي مؤسس لجمعية الينبوع المسرحي وبابا وجد شيخ طريقة سيدي بوعلي هكا هو يجي الخلطة هذه المزيانة وتتحفنا انت اليوم بي ستليلي الاغاني نتاعك التلحين نتاعهم انا يظهر لي فيك فيدال معناتها ديما تعتمد على نفس الملحنين مش ما تبدلش ياسر ما تبدلش ما بدلتش عندي يا لطيف اللي باش نسمعوها توا نتاع كلمات والحان المرحوم رضا بن محرز باش نسمعوا اكستري منها يقولوا لي على خاطر ما عناش ما عادش عندنا برشا وقت ولازم نخلي البلاصه للزميلي ابراهيم باش يجينا في الكافيه بوليتيك الأكثر اللي لحنوا لي رضا بن محرز مصطفى الدلاجي عادل الرداوي حبيب بوكثير هذوما اللي لحنوا لي السنين الكل هذوما اللي قاعدين يخدموا لي التو اي يخدموا لك التو ديما تقول انت اون شونج جامي اون ايكيب كي غاني معناتها ما نبدلوش بكل فريق ممكن تجيش واحد تجيش اغنيه اخرى عند الناس اخرين ما ندريش عاد وما بنخدم معاهم ممكن العروسي ممكن العروسي باش عامل اغنيه اوكي في الموجات الجديده هذيا اللي قاعده تطلع وتغييرات معناتها بين المزود اللي دخل فيه شويه تحسور ريجي اللي دخل فيه الراب واللي دخل فيه ما تحبش تبدل شويه هكا على الاقل لا ان شاء الله لا جايين تابع الموجه جايين الحكايه باش ندخلوا مع شوية راب وشوية باش لازمنا نبدلوا شوية موسيقى كاو باهي يا سيدي نسمعوا احنا اكستريم من اغنيتو يا لطيف يا لطيف يا لطيف تلطف بينا ان شاء الله يا ربي امين صحة يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم في إنتاجاتكم الجديدة وعروضكم الجديدة إن شاء الله جوست نحب نشكركم على حضوركم معنا وفي كلمة أمان فيسا باش نتعديو الكافي بوليتيك شنو عندكم الجديد شنو إنتاجكم الجديد بالنسبة لتليلي قفسي عندي إن شاء الله جديد مع مصطفى الدلاجي مع عادل الرداوي
ومع رضا بن محرز الله يرحمه عنده غنية جديدة باش نعاود نعمل ألبوم مع الثلاثة هذوم بإذن الله. إن شاء الله ربي يسهل لك تليلي. الجديد متاعي هو عرض الجريديات، هي أغاني منسية الجريد، جمعت كل الأغاني متاع مدينة توزر، نفطة، دقاش، الحامة، تمغزة، شبيكة، ميداس، ولاد غريب في حزوة، وباش نقدموهم الكل في شكل ملحمي مسرحية غنائية من التراث الجريدي، وإن شاء الله تكون في مهرجانات السنة إن شاء الله. يا ربي بالتوفيق ليك عروسي. سامي أنت ما عندكش إضافة، ما عندكش هكا حويجة تحب تقولها؟ جست تحب تسلم علينا وكهوتكم بي مشكورين باش على حضوركم معنا اليوم. ميرسي انفينيما، إن شاء الله كيبدا فما جديد طول طول تجي ودار داركم. مرحبا بكم وين توا باش نحضر جديد ونجوك. مرحبا مرحبا. توا احنا باش نخليكم مع باغودي المروي الماك. بربي اسمعوا الاغنيه هذه مليح، انا عجبتني بكري سما حالي مزيانه على الاخر على الاخر. ومن بعديك باش تلقاو ابراهيم البوغامي في كافي بوليتيك. باي باي، صباح الخير، دوما ملم على الوطن الاثنين. ايه جديد مروان المعاد، ليله زرقاء وشمس سخونه تولع، ناموسه في وجهك تهبل تقلع. ليله زرقاء وشمس سخونه تولع، ناموسه في وجهك تهبل تقلع. في دوكس يحكي بروحه مش يتصنع، تهبلو وتبانا لين يتشنع. نحكي عن اللي حاله من احوالي، يستنى في الكار فشيني عاني. ان شاء الله كنترولر يتعدم ينساني، الفلوس راهي وفات يا وخياني. قيلة زرقاء وشمس سخونة تولع، ناموسة في وجهك تهبل تقلع. قرصت قرصتني من لحنك، فلوتوكس بهي مستك ودلع عليه مخلق. هو بش يبدأ الغلط، ما تزنزنين ما تخرتلين من ريحة العرق. ماما هذيك الصعدة لازمها كعبة كعبة، زويلي والعيشة صعبة، صحة للناس اللي قاعدة. الكمني يا اخي الكمتو، يا ربي ما سمعتو، من ريحة قومة ما هبلتو، بلدي يقول لي شعملتو. اسبل في الحومة مريتو، ما نظفتو ما هزيتو، خليوني نستملنا نحب الرب المستعنة. روحي نسمة ما غناش بوقنا، بعد القايلة الشيطة خرج لبس الشيكة، هبطت عملت خطيسة انا والكلايكة. قيلة زرقاء وشمس سخونة تولع، ناموسة في وجهك تهبل تقلع. في توكس يحكي بروحه مش يتصنع، تهبل وتبانا لين يتشنع. نحكي عني حاله من احوالي، يستنى في الكرف شين يعاني. ان شاء الله كنترولر يتعدل وينساني، الفلوس راهي وفات يا وخياني. قيلة زرقاء وشمس سخونة تولع، ناموسة في وجهك تهبل تقلع. ويني ضحكت اليوم في الكريدي غات السكرمة، عالطريق شحر في الحومة ما يقبل حتى معلومة. فاتورة ورا فاتورة لنتعيش في ظلمة، عيشة ياسر مغمومة ديما ركش في الحومة. كان جيت نحكم بودي نسيب ويفي للمتعدي، كونيكسيون ياسر تعيف بالرسمي نحكي بجدي. قيلة زرقاء وشمس سخونة تولع، ناموسة في وجهك تهبل تقلع. في توكس يحكي بروحه مش يتصنع، تهبلو وذبانا لين يتشنع. نحكي عن اللي حاله من احوالي، يستنى في الكرف شين يعاني. ان شاء الله كنترولر يتعدى وينساني، الفلوس راهي وفات يا وخياني. قيلة زرقاء وشمس سخونة تولع، ناموسة في وجهك تهبل تقلع. مرحبا بكم في كافي بوليتيك. تونس اليوم يوصل عدد نتاعهم 10,982,755 نسمة. اليوم مش معناها اليوم بالتحديدا يوم الاثنين، وانما حسب ما توصل ليه المعهد الوطني للاحصاء في التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2014 في العملية الاخيرة نتاعو. وخرجت من بعد هذا الرقم عديد الارقام اللي تخص ربما التنمية، الطبقات الاجتماعية، نسبة البطالة، نسبة
التشغيل، نسبة المتزوجين، نسبة العزاب في تونس، الإناث، الذكور، برشا برشا أرقام مهمة جدا مهمة جدا. علاش؟ لأنه حتى المجتمعات الراقية اللي هي بدأت بالتقليد هذايا يهمها أن توصل إلى هذه الأرقام وتعمل هالمسح هذايا للسكان والسكنة باش نجم تحدد الحكومات السياسات التنموية متاحة، وكذلك باش نجم نعرف احنا أي مجتمع نعيش فيه وشنو نوعية المجتمع وشنو هي المتطلبات متاع المجتمع هذايا. باش نحاول نفكوا بعض الأرقام ونحكيوا في بعض الأرقام انطلاقا من اللي أعطونا في الندوة الصحفية الأسبوع الماضي المعهد الوطني للإحصاء مع الأستاذ عبد الرحمن اللاحكة، أستاذ بجامعة تونس في مادة الاقتصاد وكذلك مستشار بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل. سي عبد الرحمن مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكافة مشاهدين. أهلا وسهلا. باش نبداو ساعة نضاف ونمشي قد على مياه بيضة يقول المصري. خلينا نوضحوا نقطة، أنتم في قسم الدراسات ولا في الاتحاد العام التونسي للشغل عموما عندكم بعض التحفظ ولا نوع من التشكيك ولا نوع من عدم الارتياح للأرقام اللي قدمها معهد الإحصاء؟ علق لي ساعة في نصف دقيقة ومن بعد ندخل في الأرقام. هو بارك الله فيك، هو على أثر يعني نشر النتائج الأولية للتعداد اللي هي مبنية على عينة متاع 20% من البيانات الجملية، عبرنا عن استغرابنا من بعض النتائج اللي خرج بها التعداد هذا وطلبنا من التثبت في صحة بعض الأرقام وصحة بعض المفاهيم يعني اللي خرجها معهد وطني الإحصاء. وهذا ماهوش تشكيك في المؤسسة العريقة هذه، لكن من الواجب أن تكون قراءتنا قراءة واضحة ودقيقة لجميع الأرقام، لأن الأرقام هذه هي إن شاء الله باش نبنيو عليها يعني السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للعشرية القادمة إن شاء الله. أنا كعمل طلع على تقرير ومختلف الأرقام والمقارنات بين السنة بين 2014 والسنة اللي فاتت وبين المسح متاع 2004، استرعات ربما الاهتمام متاعي النقطة هي متوسط العمر 32.4% بالنسبة للتعداد تاع 2014، كيف نقارنوه ب 2004 نلقاه 25.4%، هذا متوسط العمر. هذا يعكس تهرم، يعني قلت نسبة الشباب في تونس. هي ماهيش تهرم للسكان، خاطر وقت اللي نحكيه على تهرم السكان وقت تفوت نسبة الناس اللي فوق 60 سنة نسبة كبيرة، تبلغ نسبة كبيرة. المجتمع التونسي يبقى ديما مجتمع فتي، يعني ثلثي المجتمع التونسي ولا السكان التونسيين هم ما بين 15 و60 سنة، لكن نسبة الشباب اللي قرب من 30 سنة هي اللي كبرت. واحنا توا يعني العمر الوسيط في تونس هو حوالي 31%، يعني 50% نصف السكان عمرهم أقل من 31 سنة والنصف الآخر أكبر من 31 سنة. لكن هذا ما يلزمش يحجب علينا أن نسبة السكان يعني أكثر من 60 سنة طلعت برشا، في حدود 1.2 مليون شخص في تونس عمره أكثر من 60 سنة، لكن ما زال يعني النسبة تبقى ضعيفة. لكن نتوسع القاعدة دي متاع الأكثر من 60 سنة ما يكونش على حساب الفئات العمرية الأخرى ولا لا؟ لأنه احنا كيف نلاحظوا مثلا من 2004 ل 2014 قد زدنا في عدد السكان إجماليا مليون واحد وسبعين ألف، يعتبر هذا رقم عادي؟ الزيادة ماهيش كبيرة. زيادة ماهيش كبيرة، لكن احنا نسبة السكان اللي فوق 60 سنة هم يبلغوا 11% من مجموع السكان. وقتاش نحكيه على مجتمع هرم يعني وقت مش هرم تهرم تدريجي، تهرم تدريجي اي اذا كان بالنظره هذه نجم نقولوا انه نسبه يعني معدل السن ولا متوسط العمر في تونس زاد، لكن ما وصلناش للتهرم، يعني مازلنا شباب، 31 سنه مازال شباب و40 سنه مازال شباب، مازال يبحث عن عمل، مازال يبحث عن عمل ومازال ما تزوجش ومازال برشا حاجات، مازال ما بداش حياته في 30 سنه، مازال ما بداش حياته اذا كان. ولهذا لكن نحب نعرج على نقطه السكان اللي اكثر من 60 سنه اللي يبلغوا مليون و200 الف، وهذوما عندهم انعكاسات على التقاعد، على الصحة، على الخدمات الصحية، على الصناديق الاجتماعية، يعني واجب أن نتعمقوا في النقاط هذه وناخذوا حذرنا، خاطر احنا ماشيين بالسياسة يعني إنجابية في تونس. التهرم إن شاء الله في 2024 باش يظهر أكثر، يعني ونسبة هذوما نتاع الناس اللي فوق 60 سنة باش تزيد تكبر أكثر. سياسة إنجابية ونسبة الخصوبة، خلينا نحكي بصراحة، سياسة إنجابية ونسبة الخصوبة اللي هي مربوطة بالظروف الاقتصادية، يعني احنا متوسط معدل الأسرة في تونس حوالي 4.2، يعني في كل 10 أسر عندنا 42 شخص، يعني الوالدين مع زوز أولاد، يعني هذا المعدل العام، وهذه يعني سياسة طويلة المدى. لكن ردوا بالنا رانا التغيرات والأرقام هذه مش باش تتبدل في فيسع فيسع، يعني مش في 10 سنين في 20 سنة، إن شاء الله
من هنا 30 سنه قادمه و 40 سنه قادمه نحكيوا على تغيرات. اما باش نبقى ديما التغيرات باش تكون بسيطه يعني، والنسب باش تكون في نسب قليله يعني. باهي قلت لي قبيله انه احنا المجتمع التونسي رغم هذا الكل مازال يعتبر مجتمع فتي ولا مجتمع شاب، وانطلقت من الفئه العمريه بين 15 و 59 سنه اللي هم يمثلوا ثلثي السكان. هذا باهي الى حد الان، لكن هذا كان بين 15 و 59 سنه يعني هذوما تقريبا الناس اللي يخدموا، هذه القوه العامله، هذوما ممكن يشكلوا ضغط كذلك على سوق الشغل، هذوما كذلك ممكن يفاقموا في مشكله البطاله في تونس. صحيح، هو يعني نسبه السكان اللي في سن النشاط نحسبوهم حسب منظمه العمل الدوليه هم السكان ما بين 15 و 60 سنه و 59 سنه كامله يعني، وهذوما يمثلوا ثلثي السكان. لكن مع الاسف والخطير في تونس حسب الارقام اللي لازمنا نذكر انا لازمنا تتم قراءتها بكل حذر، انا نسبه النشاط ما بين السكان هذه تبقى ضعيفه. يعني احنا 46% فقط هم في سوق العمل. النشاط فسرنا نسبه النشاط يعني انا انسان يعني ناشط في سوق الشغل، يا اما يشتغل ولا يلوج على خدمه. النسبه هذه هي في حدود 46%، وهذا تبذير القوه العامله يعني الناس اكثر من اشطر الناس في سن النشاط ما يخدموش ولا ما يلوجوش على خدمه. وهذا يخطر يعني بون فيهم نسبه معينه الناس مازالت تقرا، لكن الباقي يعني ما عادش مشاركوا في سن النشاط. والخطر انه مثلا وقت نشوفوا في الارقام تاع المعهد الوطني للاحصاء ان نسبه المشاركه في سوق الشغل بالنسبه للرجال عمل تهبط سنه 94، 3 رجال على 4 يشاركوا في سوق الشغل يعني يبحثوا على عمل ولا يشتغلوا، توا 2 رجال على 3 يعني الثلثي. وهذا يعني يعكس احباط بعض الناس اللي ما عادش لوج على الخدمه، وهذا عنده انعكاسات يعني اجتماعيه واقتصاديه كبيره برشا في الحقيقه. باهي كي تحكي على الاحباط هذا المفترض حسب الانطلاق من الارقام هذه في قراءه اوليه، نرجع مثلا لتقرير المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي الاقتصادي والاجتماعي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، التقرير نتاعو يقول لك اللي فما 811 احتجاج منها 203 في شكل انتحار والا محاوله انتحار، يعني رغم ذلك كل فما تواصل لنسق عالي للمطلبيه. تقولي انت ما همش في حاله نشاط والا ما همش يا اما ما يشتغلوش ولا مش قاعدين يبحثوا عن شغل، وتربطوا لي بالاحباط، نربطوه احنا كذلك بمحاوله الانتحار حسب التقرير هذا؟ انسان محبط تنتظر منه كل شيء، خاطر انسان محبط مع يعني ايش معناتها انسان محبط؟ يعني ما عادش يخرج يلوج على خدمه. يعني فقد الامل في الحياه، فقد الامل في تكوين عائله. اذا كان نعرفوا احنا 90% من الشباب التونسي يحب يكون عائله ويحب يعني يعيش حياته في كنف عائله متوازنه. الناس هذوما اذا كان ما عادش يلوج على خدمه، يعني ما عادش يلوج على عائله، ما عادش عنده حتى امل في الحياه، يفقد الثقه في المجتمع في المؤسسات، ينجم يوصل انتحار، ينجم يوصل اجرام، ينجم يوصل للارهاب. وهذا كل اشياء مرتبطه بعضها، لكن واجب التعمق ويلزمنا نفهموا احنا 811,000 حاله هذوما علاش، شكون البروفيل نتاعهم، يعني منين جايين، يخدموا ما يخدموش، شنو يعني المستوى المعيشي نتاعهم، نحاولوا نفهموه باش نحلوا المشاكل هذه في الحقيقه. باه نربطوا هذا كله بانه الارقام اللي قدمها معهد الوطني للاحصاء اللي نسبه البطاله يقول لك تقلصت حتى مش برشا 0.1% نقطه مقارنه بالثلاث اشهر الاولى في 2013، كيفاش ما همش ناشطين ونسبه البطاله تقلصت؟ شكون اللي يخدم؟ هي نسبة البطالة يتم احتسابها على عدد السكان النشطين، أما اللي يخدم ولا يلوج على خدمة. أيوه. هذيك نسبة البطالة اللي لارجي يعني لو شوماج لارجي مازلنا ما نعرفوش يعني النسبة نتاعو بالضبط. نرجع لنسبة البطالة، عندي ملاحظة الأولانية أنه هذه التغيرات ب 0.1% و 0.5% وحتى 1% إحصائيا يعني هي تغيرات هامشية، ماهيش يعني كبيرة برشا، ممكن مش صحيح. هذه النقطة الأولى. مش صحيح من انطلاقا من شنو؟ إحصائيا، خاطر احنا نسب البطالة هذه نحسبوا فيها على طريق موسوحات فيها هامش من الخطأ. يعني وقت تبدل نسبة البطالة من 15 إلى 14.9 ولا 14.8 ماهوش الخطأ يعني ينجم يكون مش صحيح. ينجم يكون هي نسبة البطالة ما تبدلتش ولا مام ارتفعت في بعض الأحيان، وهذا ردوا بالنا منه إحصائيا ما نجموش نقراو هاي تبدل نقصد ب 0.1 0.2. هذه النقطة الأولى كونسرنو يعني تغيرات في نسبة البطالة. معلش بقيت سؤال نتاعك قلت لي نقصت نسبة البطالة ما نقصتش. إذا كان نقصت نسبة البطالة يعني عدد الشغالين زاد، ومن ناحية أخرى احنا عندنا رقم نقراه من خلاله كما قريت لي سيادتك منذ قليل تقول لي اللي عدد الناشطين نقص.
تحس شويه بارادوكسال الحكايه. لا ما هو نسبه النشيطين اللي يشاركوا في سوق الشغل ممكن تنقص يعني الناس ما عادش تشارك في سوق الشغل ما عادش يحتسبون في نسبه البطاله. وهي عموما راهي المشكله في تونس ان نسبه البطاله ما تغيرتش خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. يعني في بقات في حدود 15% سنه 94 سنه 2004 سنه 2014. يعني احنا نعيشوا هذه نسميوها البطاله الهيكليه شوماج يعني ستركتورال اللي هو اللي ينخر اللي هو فينومين ينخر المجتمع التونسي. يعني وهذا يعني ما توصلوش مع الاسف السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه الفايته ما توصلتوش الى حل جذري للتنقيص من نسبه البطاله. هذه وبالنسبه كيف نفكوا شويه الارقام هذه نلقاو حسب بيع المعهد الوطني للاحصاء انه الاناث العدد نتاعهم او النسبه نتاعهم اكبر من الاناث اللي ما يشتغلوش اللي نصنفوهم ضمن البطاله اكثر من الذكور. هذه جديده في تونس معناتها جديده احنا نعرفوه قبل في سنوات السابقه انه ديما يقول لك الاناث يخدموا اكثر من الذكور لاعتبارات اجتماعيه ونفسانيه وربما حتى مهنيه. يقول لك المراه ممكن تلقى شغل بسهوله ممكن ترضى باقل حوافز باقل راتب. المره ذي انا تفاجات انه البطاله مؤنثه ما عادش مذكره. اي هي راهي نسبه شوف مش عدد النساء العاطلات على عمل اكبر من نسبه العاطلين لا هو نسبه البطاله فيهم خاطر هو عدد النساء اللي في سوق الشغل ضعيف برشا مقارنه بالرجال. اذا كان احنا اذا كان على 100 راجل عندنا 64 في سوق الشغل على 100 امراه عندنا 28 امراه فقط في سوق الشغل. يعني ثم 72 امراه ومش خارج سوق الشغل وما يلوجوش على خدمه وما يشتغلوش شادين الديار. لكن نسبه البطاله ما بين النساء ما بين 28 امراه هذوما اللي في سوق الشغل نسبه كبيره برشا. لكن عددهم اقل خاطر احنا ما في الناس المشتغلين ولا في سوق الشغل في تونس 70% رجال و30% نساء. وهذه مشكله كبيره يعني احنا توا في تونس ان النساء ما تشاركش برشا في سوق الشغل. هذه حتى يعني في الجامعات 70% تقريبا اناث من الطالبات و30% ذكور. هذاك ما حد ياثر حتى على منوال التنميه. اذا كان نجم نقول منوال التنميه نجم نقول ياثر حتى على شكل المجتمع على شكل العائله نفسها. من بعد اذا كان مثلا فما شكون يقول لي في كليه الطب 70% من الطالبات اناث و30% ذكور. طالبه بعد تخرج ولي طبيبه بمستوى ربما علمي واجتماعي معين اللي يخوله لها صفتها كطبيبه ما عادش باش تقبل مستوى اقل منها شويه. هو حاليا انا في القسم بتاعي في المعهد العالي للتصرف عندي في القسم بتاعي 65 سنه 65% بنات وثلاث اولاد وثلاث اولاد ما يغيبوا ما يحضروش. دونك ديما نقري في قسم بنات براتيكمون. لكن لازمنا نلاحظوا ان في بالنسبه لسوق الشغل النساء المتعلمات نسبه المشاركه في سوق الشغل هي 90% يعني 9 نساء على 10 اللي عندهم يعني شهاده جامعيه يشاركوا في سوق الشغل. لكن في تونس شنو اللي يصير؟ انه يشاركوا في سوق الشغل يشتغلوا عدد معين من السنوات لكن نسبه بعد السوريتير يعني يخرجوا من سوق الشغل المراه بعد 35 سنه تشد الدار متعلمه ولا ما عادش متعلمه. هذه يعني مشكله كبيره ومعضله كبيره خاطر تبذير للطاقات تبذير يعني للاستثمار في النساء هذوما اللي صار وهذا يلزمنا نشوفوه. فما تبذير زي من نوع اخر للطاقات اذا كان لانه اذا كان نحسبوا انه اغلبيه الشباب مقارنه بالاناث هم اللي يهاجروا هم اللي يطلعوا الى الهجره الى الخارج فسوق الشغل كذلك تقعد فارغه شويه من الذكور وملينا اكثر من الاناث. انا حاب نختم معك لانه دقيقه برك ما زلت لنا بنقطه انا شفتها مهمه جدا هي نسبه تغير المتزوجين تقلصت يعني نسبة المتزوجين زادت مع أنه الصعوبات هذه الاجتماعية مع أنه نسبة البطالة مع عدد النشطين كنت أحكي عليهم منذ قليل ومع ذلك كل تلقى المتزوجين كمين جاءوا باش تزوجوا فقراء ما يغنيكم الله ولا كيف. والله هذا يراه رقم غريب شوية مع نسبة البطالة المرتفعة مع المشاكل الاقتصادية الكبيرة نسبة الزواج طلعت ونسبة يعني حوالي يعني 56% من الناس متزوجين حاليا في تونس ونسبة العزوبة تقلصت من 43% ل 37%. يعني رقم غريب ما نعرفوش وهذا كان تفسير انه
العادات الاجتماعية تحكم فينا برشا، يعني واحد وقت يوصل سن معينة مهما كانت ظروفه الاجتماعية يتزوج. يتزوج. وهذا يخطر خطر يتزوج في عائلة يعني فراجيل، يعني ينجم الطلاق يكثر بعد إذا كان الظروف الاقتصادية تكون خايبة برشا، لكن الرقم هذا يلزمنا يعني نثبتوا منه شوية، هذاك علاش احنا حبينا نثبتوا مع المعهد الوطني الإحصاء ونطالبوا يعني علماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجيا وعلماء النفس يفسرونا علاش الشيء هذا متواجد في تونس. انتم كذلك نحب نذكر في الختام انه باش عملوا نوع من اللجنه العلميه هكا باش تدقق هذه الارقام ولا تشوف المعطيات. ان شاء الله احنا توا توصلنا مراسله مع الوطني الاحصاء باش نكونوا لجنه علميه مشتركه للتثبت في بعض الارقام وفي بعض المفاهيم، خاطر هذايا سي في مصلحه الناس كل ان شاء الله. بعد ما تثبتوا تعاود ترجع بحذانا سي عبد الرحمن اللاحق ونعاودوا نحكيوا في الموضوع هذا لانه مهم جدا كما قلت يحدد السياسات التنمويه للحكومات القادمه بغض النظر اذا كان شكون الحزب الحاكم ولا ماهوش حاكم، لانه ذي تحكم في عشريات قادمه مش السنه مش العام الجاي، وكذلك تحدد شكل المجتمع. سي عبد الرحمن اللاحق استاذ اقتصاد بجامعه تونس وكذلك مستشار بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، شكرا لك اللي حضرت معنا اليوم في كافي بوليتيك، شكرا لكم اللي تابعتونا أنتم كذلك، غدوة إن شاء الله كافي بوليتيك جديد في نفس الموعد. بارك الله فيك. مش لغة بوليتية لما عالمية للاعة الوطنية كدا يسر مزيانة زابي إيجي بحثانة فن وثقافة ما ننسوش الكورة الوطنية اثنين كدا يسر مغورة.